بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة جاي اتكلم معاكم في موضوع بسيط جدا، افضل علاج لفقر الدم، افضل فاكهة لعلاج فقر الدم. نيجي نتكلم عن افضل فاكهة لعلاج فقر الدم، نتكلم عن التين والبرقوق المجفف. يبقى التين والبرقوق المجفف يعتبر من افضل الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمهم لعلاج فقر الدم. ليه؟ لأنه ما بيحتوي على عنصر الحديد اللي بينقل الأكسجين بتاعنا لجميع أجزاء الجسم. عايزين نقول من الضروري جدا، خلاص عرفنا أفضل فاكهة لعلاج فقر الدم، من الضروري جدا لو احنا بنستخدم أي من هذه الأغذية سواء كانت تين أو البرقوق، يبقى التين او البرقوق المجفف لابد ان احنا نستخدم معاهم الفواكه اللي بتحتوي على فيتامين سي علشان نسهل من امتصاص الحديد. فمن الضروري ان احنا ناخد حاجه، ناخد مثلا وليكن اغذيه بتحتوي على فيتامين سي علشان نسهل من امتصاص الحديد. زي ايه؟ زي الحمضيات زي ايه؟ زي البرتقال والجريب فروت واليوسفي ومثلا دي الحمضيات. ممكن نتكلم برضو عن الفراولة. يعني احنا نتناول، لما نيجي نتناول مثلا سواء كان التين المجفف التين او البرقوق المجفف، لازم نبقى عارفين ان ثلاث تينات فقط في اليوم توفر لنا خمس الكمية من الحصة اليومية اللي احنا محتاجينها. فيعتبر افضل فاكهة لعلاج فقر الدم نقول التين والبرقوق المجفف، وان ثلاث تينات بيدونا خمس الحصة اليومية. نفس الحصة بتاعتنا 10 حبات من البرقوق المجفف بتدينا نفس الكمية اللي بتديها لنا الثلاث تينات في اليوم. وبنأكد ان احنا ناخد فيتامين سي مع التين والبرقوق المجفف علشان نطمن ان احنا عندنا حسن، يعني في امتصاص للحديد بشكل كبير جدا، وبالتالي نستطيع ان احنا نرفع الهيموجلوبين في الجسم عندنا، ونستطيع ان احنا نحل مشكلة الانيميا وفقر الدم. شكرا ليكم. لو انت وصلت لحد هنا اضغط لايك وشارك الفيديو مع اصحابك وحبايبك، فالدال على الخير كفاعله. دمتم بصحة وعافية. كان معكم دكتور احمد عطية دشان من تركيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.